شكرا فيصل الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، دائما وأبدا نستعين أيها الحفل الكريم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، لسباقات الهجن العربية الأصيلة في يومنا السادس الذي خصص لهذا السن، سن الحقائق، ومنافسات هذا السن ومسافة 3 كيلومترات. نحييكم ونرحب بحضراتكم من خلال هذه الانطلاقات وهذه التحديات. على بركة الله مشاهدين الكرام، أعلنت أول الانطلاقات وأول التحديات لشوطنا الرئيسي الخاص للقعدان، الحقايق ومسافة 3 كيلومترات. أبدأ هنالك مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط، مع فلج من يتقدم، فهيد بن محمد بن راشد، آل فهيدة المري مع المركز الأول، النقلة والدور إلى المركز الثاني. نتابع هنا بديل وغانم بن ناصر بن حمد، الفهيدي المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصل شعار سالم بن رملي بن محمد العامري يقدم لنا المتحد الآن مع المركز الثالث ورابعا. وصل في هذه اللحظات وتقدم المسك عبد الله بن مبروك بن حماد الشمري، قادم في هذه اللحظات، وأيضا القدوم من شعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي يقدم لنا كرار اللي ينطلق مع المركز الخامس وغير إلى المركز الرابع. هذه النتيجة والنداء الأول حفلنا ومتابعينا الكرام، ولكن العودة دائما إلى الصدارة إلى المركز الأول. هنالك الانطلاق، من غير الأمور؟ المتحد سالم بن رملي بن محمد العامري ينطلق مع المركز الأول، غير الأمور. أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، الضيوف القادمين والعانين من دولة الإمارات للمشاركة في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي ولي العهد الأمين يحفظه الله ويرعاه، المهرجان الذي شدت إليه الرحال من كل حدب وصوب للمشاركة والمنافسة. المركز الثاني، هنا الانطلاق من قبل المسك عبد الله بن مبروك بن حماد الشمري، ولكن دخول من حسن بن سالم بن زايد العتيبي يقدم لنا الفايز، من غير الأمور وانطلق مع المركز الثاني مع الكيلو متر الأخير، الكيلو المثير. وصل في هذه اللحظات كرار، ينطلق كرار بشعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي، من ينطلق الآن وغير إلى المركز الثالث والمركز الخامس. وصل الآن وتقدم لهم بن فيصل بن محمد بن شريم المري يقدم لنا شواف، وأيضا الدخول من شعار مبارك بن علي. وصل في هذه اللحظات يقدم لنا أدهم، وصل أدهم الآن، ووصل الصعاق يقدم لنا ذعاف، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى بالرملية، إلى بالرملية، إلى المتحد. الله الله، المتحد كرر ال500 متر الأخيرة، ولكن غير وابناء المملكة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. كرر 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 عاطف بن عطية بن حسن القرشي، ولكن لهم بن فيصل بن محمد بن شريم قادم مع شواف، شواف وكرر، كرر وشواف، الأمتار الأخيرة، النوماس لمن، الانتصار لمن. الله الله، كرر، شواف، شواف غير الأمور، لهم بن فيصل بن محمد بن شريم، ولكن كرار أيضا يحاول المحاولات الأخيرة، كرار، شواف، شواف كرار، الله الله، ولكن لهم بن فيصل بن محمد بن شريم المري ينتزع النماس والانتصار. تهانينا له، ألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كرار عاطف بن عطية بن حسن القرشي، والمركز الثالث أدهم مبارك بن علي بن مانع بودواز، والمركز الرابع المتحد سالم بن رملي بن محمد العامري، والمركز الخامس
وصل ذعاف لعلي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. إذن مشاهدين الكرام تهانينا والنماس لمالك شواف لاهوم بن فيصل بن محمد بن شريم المري من كان بطلا متوجا لشوطنا الرئيسي للقعدان الحقايق. تهانينا والنماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 4:42 و14 جزء من الثانية، هذا هو توقيت شواف لاهوم بن فيصل بن محمد بن شريم المركز الثاني. كرار عاطف بن عطية بن حسن القرشي 4:42 46 جزء من الثانية. والمركز الثالث أدهم مبارك بن علي بن مانع بودواس مع أدهم 4:44 36 جزءا من الثانية. والمركز الرابع المتحد سالم بن رملي العامري. والمركز الخامس كان مع ذعاف لعلي بن سالم بن علي بن متعب الصعاك. تهانينا والنماس مشاهدين الكرام للحاصلين والفائزين على المراكز الخمسة الأولى، تهانينا لهم وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في أشواطنا القادمة وشوطنا الثالث الخاص للبكار الحقايق القعدان بصوت الزميل فواز بن سعيدان العتيبي، فنتمنى له التوفيق ولكم حسن الاستماع.